ماشي جيهان ما كلتي يا هنا. العادات الخاطئة بالنسبة للتغذية عند التلاميذ أثناء فترة الامتحانات، هادشي اللي غنتكلموا عليه. رفقة أسماء زريول الأخصائية في الحمية والتغذية، صباح الخير أسماء زريول. صباح النور هنا. إذن ما هي هاد العادات الخاطئة اللي كيعملوها هاد الشباب لما كتكون هاد الفترة فترة الامتحانات فيما يخص التغذية طبعا؟ نعم، تكلمنا على بعض العادات الغذائية الخاطئة البارح، وتكلمنا على القهوة والكافيين ومشروبات الطاقة. الآن بعض العادات الغذائية الأخرى، هو مني كيكون الطالب ولا التلميذ كيكون يعني في خدم يعني التحضيرات دياله، فشنو كيديروا؟ كيمشيو تياخذوا مثلا بعض الأنواع ديال المأكولات، مثلا يجيبوا التيبس، يجيبوا مثلا بعض البسكوي، ويجيبوا بعض مثلا العصيرات، وكتلقاه كيدورها به وكي يعني وكيكمل القرايه ديالو الحفاظه وداكشي. وبحال هاد الانواع بحال هاد التصرفات هادي هي اللي كتخلي الاصابه بالسمنه. بعض المراهقين ولا بعض الطلبه كتبدا المشكله ديال الاصابه ديالهم بالسمنه من هاد الوقت هذا، يعني من وقت ديال التحضيرات، لان هناك قله حركه وهناك يعني مواد غذائيه اللي غنيه بالطاقه وغنيه بالكالوري واللي كتزيد يعني في الوزن. هذه يعني من بين العادات الغذائيه اللي هي خاطئه. نعم. يمكن لينا نستبدلوها بان هذاك الطالب يحط حداه واحد كميه معقوله من الفواكه ولا كميه معقوله من الفواكه الجافه، باش يعني هي بديل صحي. بديل صحي، نعم تماما. ولكن هنا هذا التلميذ ولا هذا الطالب لما كيكون كيوجد الامتحانات، واش فين واش ما يفقدش التركيز ديالو هو حاط حداه الماكله وفي نفس الوقت كيحفظ؟ بالنسبه للتركيز هذيك كتبقى مساله خاصه بكل شخص. كيبقى بعد يعني بعد الطلبه اللي تيكونوا مثلا كيديروا هذه العاده، هما الطلبه اللي ما تيبغيوش يخرجوا ياكلوا مع العائله في ذاك الوقت، فكيبدلوا مثلا يقدروا ما يتغداش ولا ما يفطرش وياخذ هذيك الفواكه الجافه ولا الاخر، ويمكن ياخذها اما عصيرية مزيغية يعني خلال الحفظة او لا يعني في اوقات الاستراحة ديالو. نعم، اوقات الاستراحة ايه فوقت الحفاظة، واش هذا الدماغ غير ركز على القراية وعلى الحفاظة وعلى الدروس ولا على المضيغ والهضم؟ فعلا المضيغ هذا غير دابا كل شخص. لا، واش كيوقع تشتت يعني علميا واش كيوقع تشتت للدماغ او لا؟ هو علميا الدماغ عند هادشي عند النساء كيقدروا يديروا بزاف ديال الحوايج في خطره واحده، في حين عند الرجال سبحان الله ما كيقدروش يركزوا على اكثر من حاجه. يعني فكيختلف هادشي باختلاف الجنس. يمكن نقولوا هنا البنات يديروها يركزوا على الحفاظه بوحده احسن لهم. ايضا هناك مشكل اخر هو مني كيكون هناك امتناع على الاكل ولا عزوف على الاكل، وهنا كتبدا بعض المشاكل بحال مشكل النحافه عند بعض يعني البنات على الخصوص. ما كتبغيش تاكل، كتمشي لها شهيه ديال الاكل بسبب يعني الضغوط، وكتعزف يعني على الاكل. يمكن كدوز النهار كامل تاخذ واحد الكميه قليله ديال الاكل ولا ما تفطرش. ما كيجيهاش الجوع، كتقول ما كيجيهاش الجوع فعلا، لان مجرد التعود على هذه المساله هذه كتخلي الجسم يعني ما يبقاش يدير هذوك لي زابيل ديالو ولا النداءات ديالو للاكل عن طريق الاحساس بالجوع، لان دار يعني دار نداء وعاود وعاود وتعود ولقى ميكانيزم اخر كيبيح للشهيه. نعم، وشنو التاثير؟ التاثير هو الاصابه بالانوركسيا، اضطرابات الاكل عند هذا لي جون في الخصوص عند يعني الطالبات. كذلك كاين النحافه الشديده، فقر الدم الى هذا الشيء لمده طويله، الهزال وكل ما كيرتبط به من مشاكل صحيه. نعم. نرجعوا للحديث على هذيك المنبهات او نضيفوا لها ايضا حتى المشروبات الغازيه. هاد المشروبات الغازيه والمنبهات ما كتفارقش بعض الطلاب،
كيصبحوا يستهلكوها بشكل كبر وكبر وكبر، فما مدى التأثير أيضا؟ نحن نسمي الاستهلاك، لقاو ايضا ان الاستهلاك ديال مشروبات الطاقه كيأثر حتى على الهرمونات ديال الرجال، يعني الهرمونات الرجاليه عند يعني عند الذكور كتولي ناقصه كتولي ناقصه، وبالتالي حتى عمليه ديال البلوغ ومشاكل اخرى كتولي عندنا. هذا المشروبات الغازيه، المشروبات الغازية بطبيعة الحال كدير لنا تسوس الأسنان، كدير زيادة الوزن، مع كيكون توتر اللي تيكون عند يعني الطالب في هذيك الوقيته ديال الامتحانات، كيكون هناك الإفراز ديال هرمون ديال القلق والتوتر اللي هو الكورتيزون، والكورتيزون كيركز يعني زيادة الوزن على منطقة ديال البطن. نعم. ومن هنا كتبدا هاد الاعراض ديال زياده الوزن والمشاكل ويعني مشاكل لا حصر لها، يعني يكفي ان هذاك الطالب يعرف ان الهرمونات الذكوريه ديالو يمكن ليها تاثر، باش هو يمتنع على الاخر على التناول ديالها، لان ما غيكونش عندها نهائيا حتى شي فائده. نعم. لا بالنسبه للتركيز ولا بالنسبة لفائدة صحية. نعم. كاين بعض الطالبات ولا بعض التلميذات يعني بنسبة كبيرة اللي كيستغلوا هذه الفترة ديال التحضير الامتحان وكيعملوا شي ريجيم، تقول كنستغل هذه الفترة باش نضعف لأنه غنكون كناكل أقل والحفاظة غتدي لي وقت طويل، فشنو التأثير أيضا ديال هذه المسألة؟ لا، الحميات في هذا الوقت هذا كتكون يعني غير يعني، خصوصا مازال إذا كانت هناك حمية غذائية اللي هي متوازنة غيكون عندها تأثير اللي هو إيجابي. مني كيكون الحمية الغذائية غير متوازنة، ولا من هادو كل الأنواع ديال الحميات اللي كتكون كارثية كارثية اللي كتركز على نوع واحد من الأغذية، هنايا كتصاب يعني الطالبة بالهزال وبالضعف وعدم التركيز. شحال من مرة كنلقاو مثلا في أيام خصوصا امتحانات البكالوريا كيمشيو مثلا يدوزوا الامتحان إيتو كتلقاها سخفات، وكانت واحد حالة ديال الوفاة يعني للأسف السنة الماضية. نعم. يعني كيكونوا هاد المشاكل، فمني كتجي كتقلب يعني في التاريخ ديال الأسنان كتلقى هذيك البنت كانت عندها توتر عالي، نسبة توتر عالي، ما كانت كتاكل مزيان، كانت كتاكل أشياء اللي هي ماشي صحية. أما التغذية اللي هي صحية في هذا الوقت هذا بأنهم يأخذوا فواكه جافة من القرقع ويأخذوا البانة لأنه كيحتوي على مواد مهدئة، يعني في هذه الفترة هذه مهم أنهم يأخذوا أيضا الفواكه، يأخذوا الخضار، فهنا كيكون الجسم حتى لو كان عنده توتر كيكون عنده باش غيهدن من هذاك التوتر ويهبط منه. نعم. شكرا جزيلا أسماء زريول الأخصائية في الحمية والتغذية، غدا لقاء جديد معك من خلال صحتي في ماكلتي.